جمال بيه تصف بيه حضرتك حب الجمعية العمومية واختيارها ليك. انا مش عارف هو في يعني الجمعية العمومية النهارده ده بنصلي ليهم هم، واحنا ان شاء الله احنا رجال الجمعية العمومية. كلمة توجيه للرأي العام وجمهور الكرة المصرية. لازم كلمة حضرتك توجهها لجمهور الكرة المصرية اللي منتظر جاي من كتيبة اتحاد الكرة. في صالح الكره المصريه هنعمله ان شاء الله. مبروك منتخب مصر، منتخب مصر اللي احنا كلنا داعمين لمنتخب مصر. حضرتك هتسافر مع البعثه ان شاء الله؟ مبروك. تعالى كده.